معنا لتسليط الضوء على هذا الموضوع الدكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، ضيفي عبر سكايب، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. مرحبا بك دكتور يحيى. دكتور، مع غرق مخيم بزيبز الخيام والنازحين الأمطار تغرقهم، الحكومة تقول، وزارة الهجرة والمهاجرين تتحدث عن أنها قامت بتوزيع سلات غذائية في حين الغرق حصل، كيف تنظر إلى تعامل الحكومة وتعاطيها مع ملف النازحين؟ أليسوا عراقيين؟ أليس من حقهم أن يعيشوا حياتهم حالهم كحال باقي المواطنين؟ أحييك وأحيي مشاهدات الرافدين. حقيقة إن المرء لا يقف عاجزا أمام هذه المأساة التي يتحدث بها النازحون في هذه المخيمات، والتي يجب أن تسمى مخيمات الإسكان القسري لأبناء هذه المحافظات، أبناء هذه المدن التي هجروا منها قسرا وسكنوا في هذه الخيام أو في تلك الكرفانات البالية التي لا تحميهم من برد الشتاء القارص ولا من حر الصيف الهجير. لذا في وقت نرى أن الحكومات المتعاقبة وحتى الحكومة المحلية التي تغرق في الفساد بسرقة أموال الشعب غير لا يهمها أمر هؤلاء السكان في توفير أبسط مقومات الحياة لهم، في حماية هذه المخيمات على الأقل من حالات الغرق أو الفيضانات، وتوجيه تلك الأمطار باتجاه أودية قريبة منهم أو باتجاه مناطق منخفضة، وعمل شيء هندسي لهذه المخيمات إلى حين أن يزول هذا الوضع، ولو أنه لا يوجد أي ضوء في نهاية النفق، فهذه المدن مسيطر عليها من قبل الميليشيات في جرف الصخر وفي العوجة وفي كثير من مدن ديالة وفي مدن صلاح الدين، وفي نرى عجز أي حكومة، سواء هذه الحكومة الأخيرة التي جعلت من ملفات النازحين هي ملف للمساومة وللكذب وللمتاجرة، حالها حال الحكومات التي سبقتها. فاليوم لمدة تزيد على 10 سنوات هؤلاء العراقيين في مهجرين ونازحين في داخل وطنهم، ولم نرى أي استجابة من قبل هذه الحكومات العميلة التي تفرط بالمال العراقي إلى دول أخرى وتسعى إلى إرضاء دول على حساب مأساة هذا الشعب. لم نرى هناك أي عمل لبناء حتى ولو غرف بسيطة تحميهم من الأمطار أو تحميهم من الجو البارد ومن الجو الحار لحين إنهاء مأساتهم إلى مدورهم. دكتور يحيى، في ظل هذا النظام المحاصصاتي الطائفي الذي يعتمد على الطائفية، هناك من يقول إنهم يمثلون السنة داخل الحكومة، ترى مثلما استثمروا يعني ورقة النازحين أو ملف النازحين في الدعاية الانتخابية، ألا يعطون النازحين جزءا بسيطا ويسيرا من هذه الوعود التي وعدوهم إياها؟ هؤلاء السياسيين الذين يسمون السياسيين، هؤلاء ليسوا سياسيين، هؤلاء عصابات وهؤلاء تجار وهؤلاء فاسدين، هؤلاء يستخدمون ورقة النازحين من أجل المتاجرة بها ومن أجل الحصول على أصواتهم، فهؤلاء المساكين يصوتون كنسبة بسيطة في سبيل لعلهم يتغير بهم الحال، ولكن هؤلاء الفاسدين هم شهود زور على مأساة أبناء جلدتهم وأبناء شعبهم بما يلاقونه من مآسي في ظل ظروف
لا تتوفر فيها أي أساسيات للحياة. يعني هذا الإنسان الذي هو وعائلته في المطر في الليل، هذا كيف يأكل في النهار؟ كيف يعد وجبة الطعام لأطفاله؟ كيف يمكن أن يقرأ أطفاله أو أن يدرسوا؟ وأين يدرسوا؟ في خيام أيضا متهرئة، وفي ظل ظروف صعبة جدا لا يمكن يلاقيها أي إنسان. في وقت نحن في العراق، هذا بلد الخير الذي كانت تضرب به الأمثال، جعله هؤلاء الجواسيس في ظل حكم هؤلاء الذيول جعلوه من أفقر البلدان، وكأننا في إحدى دول أفريقيا البالية التي لا تملك أي ثروة، في وقت العراق تعتبر ميزانيته تعادل ميزانية ثلاث دول من دول الجوار. ولكن أعتقد أن هذا الوضع هو وضع متفق عليه مع قوى دولية وإقليمية محاولين إذلال وتركيع شعبنا للقبول بقضايا سياسية أخرى لربما ستظهر مستقبلا. ولكن مع ذلك نرى أن أبناء شعبنا صامدين في ظل هذه الظروف الصعبة، في وقت أن هذه الحكومات المتعاقبة الطائفية، والتي هي نعم حكومات ذات تمييز طائفي ليس فيها أي شيء وطني ولا تعمل على أي أسس وطنية، بل حتى أن هؤلاء الكلاب اللاهثين وراء السلطة ممن يسمون أنفسهم سياسيي السنة، هؤلاء هم شهود الزور وأقذر من أولئك الطائفيين. لا بل ممكن أن ذلك من الطائفة الأخرى يمكن أن يتجاوب معك، أما هذا السياسي السني الحقير الذليل فهو يتاجر بمآسي أهله من أجل أن يحصل على مكاسب سياسية شخصية له ولحزبه. فتراهم لأنهم يشعرون بالنقص يسرق المال لكي يبني بيتا كبيرا أو قصرا ليقال إن هذا بيت هذا، بيت هذا المسؤول السني الكذا، وهو يعلم إنه سارق ويعلم بأن الشعب ينظر له نظرة الاحتقار بأنه حرامي على حساب أبناء شعبه. وأنا أعتذر أن أتلفظ، ولكن من هذا المأساة الذي يلاقيها إخواننا وأبناء شعبنا، يعني لمثل هذا يذوب القلب من كمد. يعني هؤلاء العراقيين المعزوزين المكرمين في طول حياتهم أن يتصدر مشهدهم هؤلاء الرعاة السفلة الذين طيب. لا ينتمون لا للعراق ولا لأرضه ولا لشعبه، دكتور وإنما يتصدرون به. وصل إلى هذا الحد أبناء شعبهم. ملف النازحين على ما يبدو أنه ملف باق، وها قد انتهت العمليات العسكرية وإلى الآن هذا الملف لم يحل ولم يتم إعادتهم إلى مناطقهم التي هجروا منها، وبين الفينة والأخرى تتم مداهمة خيامهم وكذلك بتهم جاهزة. لكي حتى وإن غضضنا الطرف عن الأمطار وعن السيول وعن البرد وعن حر الصيف وعن الأمراض التي تجتاح هذه الخيام، كيف يمكن أن نغض الطرف عن التداعيات النفسية للأطفال عندما يكبرون؟ كيف يشعرون بالانتماء للوطن؟ هذا يمكن أن تتحدث به مع جهة يمكن أن تشعر بمأساة هؤلاء، أما حكومة تمييز طائفي وأشخاص يتصدرون المشهد وهم لصوص وفاسدين وجواسيس، هؤلاء لا يهمهم لا الوضع النفسي للأطفال ولا لوضع هؤلاء العوائل، وإن عملية إبقائهم في هذه المخيمات هي عمليات مقصودة، هو عمل مقصود أن يبقى ملف النزوح ملف مفتوح إلى ما لا نهاية ليستغل في المنابر الدولية والمنابر الإقليمية. بل هناك منظمات باسم هؤلاء السياسيين لسرقت ما تقدمه بعض المنظمات سواء المحلية أو الدولية أو الإقليمية لهؤلاء، فهؤلاء يسرقون من 9 سنوات وهم يعيشون في هذه الخيام المتهرئة دون أن تنظر إليهم أي جهة، لا دولية ولا إسلامية ولا إقليمية. لذلك هذا الملف هو يستغل من قبل هؤلاء في سبيل المتاجرة به، وفي وقت الانتخابات يذهبون هؤلاء الفاسدين
ليقدموا وعودهم الكاذبة دون أن يكون هناك أي حد. عندما تنتهي العمليات العسكرية يجب أن عوائل إلى إلى مدنها وإلى مساكن. نعم. أما شكرا. نشكرك شكرا جزيلا دكتور، ونعتذر منك لضيق الوقت. شكرا جزيلا دكتور يحيى السنبل، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، ضيفي عبر سكايب.